السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائنا الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا إن شاء الله في فيديو جديدة بحول الله. نكتب ربي إن شاء الله اليوم راح نديرو فيديو جديدة، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. ربي يرفع علينا وعليكم الوباء، ربي يرحم جميع موتى يعني الكورونا كوفيد 19 هذا. إن شاء الله تكونوا بخير خوتي. نعتذر على يعني الغيبة الطويلة هذه شوية. أبقوا معنا خوتي، ندخلوا مباشرة إلى الفيديو إخواني الكرام. أخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله خوتي راح نتكلم على أكل الأسماك الجيبي كما راكم تشاهدوا معايا هنايا. هذا هو أكل القشور المجففة خوتي. نجيبو كيما هذا كيس بلاستيكي كيما هذا يا خوتي، كيس بلاستيكي. كي نشرو البطاطا تاع الماكلة، بطاطا تاع الماكلة كبوها لداخل هكذايا كيما هكذا، كبوها لداخل خوتي. طريقة سهلة هذه فيما يخص طريقة كيفاش نرحيوها إخواني الكرام. هاي لكم طريقة خوتي، هذه هي طريقة خوتي كيفاش ترحيها تولي كبرى أخي العزيز. هاي لكم خوتي، هكذا ولات بودرة، هكذا ولات بودرة خوتي، نبغي نطلع بيها، هاي لكم إخواني الكرام، ولات بودرة، كي ترجع بودرة هكذايا، تعاود تعمرها في الباطا، هاذي هي. تعمرها في البواطا وتمد منها بالصغار الأسماك يعني الفيرخ أو الزريعة هكذا خوتي. هاي ليكم هكذا يا ولات بودرة خوتي، ولات بودرة وهذه اللي تستعملوها. كان فيديو خفيف ظريف خوتي، نتلاقاو في فيديو واحد اخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.